عاصمة ناس الكل، صابرين خليفة منصور، 23 عام، نقرا 5e année ميتين دونتيغ، ميس مهدية 2018. نحب الدانس، نحب نقرا الكتب، ونحب لي كامبينغ ولي روندوني. المدرسة اللي اخترت باش نخدم عليها سنه هي مدرسة الروضة بالمهدية، وهي المدرسة اللي قريت فيها. عسلامة، أنا راوية مسعود من طوزر، عمري 23 سنة، نقرا جيني سيفيل سبيسياليتي ترافو بوبليك. نحب الغناء برشا، ديما نغني، والبروجي متاعي يتمركز في تهيئة مدرسة اللي هي قريت فيها وأنا صغيرة، مدرسة ناش تونس بتوزر. عسلامة، اسمي شيماء مباركي، عمري 23 سنة، ممثلة ولاية القسرين، نقرا هندسة داخلية في المعهد العالي للفنون والحرف بالقسرين، مغرومة برشا بالتياتر والسينما والدانس. البروجي هيومانيتير متاعنا سنة في الميسيونيزي هو تهيئة مدرسة بالجهة متاعها، وبصفتي ملكة جمال القسرين اخترت مدرسة سيدي حراث اللي هي متاخمة لجبال سمامة واللي معروف عليه بالإرهاب. عسلامة ومرحبا بكم، أنا آية بن نصر بن سلطانة، ممثلة ولاية صفاقس في مسابقة ملك جمال تونس 2018. أنا عمري 21 سنة وطالبة في كلية الحقوق والعلوم السياسية تونس المنار، قاعدة بالكشافة التونسية وملاكمة في صفوف نادي رياضي صفاقسي. الحقيقة غرامي كبير بالراديو، هذيك علاش كانت عندي برشا تجارب إذاعية، وغرامي كبير زادة بالكتيبة، هذيك علاش نكتب في مجلة شمس الجنوب. مثلت تونس في المنتدى العالمي الكشفي بسويسرا، وقدمت فيه مشروعي المتمثل في توفير الماء الصالح للشرب في المدارس الكل. مشروعي في مسابقة ملك جمال تونس تمثل في إعادة تهيئة مدرسة شكيب أرسلان وتوفير الماء الصالح للشرب فيها، هذيك علاش باش نضمنوا تعليم جيد لصغارنا وصحة ممتازة. عسلامة، أنا خلود حاج عبد الله، ملكة جمال بنزرت 2018، عمري 20 سنة، طالع متاعي هو التمثيل، مشروع متاعي هو يتمثل في تزيين وترميم وتهيئة مدرسة بشكل واحد. عسلامة، ياسمين الغربي، 22 سنة، ماستر سيفيليزاسيون أنجليز، ممثلة ولاية بيجا، موهبة متاعي تتمثل في الرقص، المشروع متاعي يتمثل في تهيئة وتزيين مدرسة بيت بورسق بيجا. عسلامة، اسمي إشراق بعنيني، جي 22 عام، نقرا باك، هوايتي تياتر. بالنسبة للبروجي هيومانيتير يتمثل في ترميم وتهيئة مدرسة ذوي الاحتياجات الخصوصية في جيبس. عسلامة، اسمي انصاف الشيب، عمري 22 سنة، نقرا علوم تربية بزغوان، دونك سنين نتخرج أستاذ تعليم ابتدائي، عضو في جمعية المتطوعة التونسي بخدمة الحماية المدنية، متحصلة على شهادة كفاءة في العمل التطوعي والشهادة الوطنية للإسعاف، عضو جديدة في جمعية الهلال الأحمر ومدرب التنمية البشرية. سنة في ميس تونيزي 2018 اخترنا باش نعملوا إعادة ترميم مدرسة ابتدائية، دونك اخترت مدرسة طريق السويني بزغوان. عملت فيها المدرسة هذه مكتبة تحتوي على 3 أركان، ركن الإسعافات الأولية، ركن التربية المرورية، وركن المطالعة، وبالطبيعة باش نشرف أنا على ركن الإسعافات الأولية. عملنا زيادة السور الخارفي للمدرسة، وعملنا وهيئنا السينية في المدرسة هذه. من هواياتي الدانس والبانتور. عسلامة، سارة إبراهيمي، 24 سنة، ملكة جمال سوسة 2018، أستاذة رياضة وتربية بدنية وطالبة بالمعهد العالي للموسيقى، لاعبة بالمنتخب الوطني للرجبي ومتحصلة على العديد من الميداليات في ألعاب القوى، منها القفز بالزانة 400 حواجز السباعي. مشروعي الإنساني يتمثل في تصليح زوز مدارس، منهم مدرسة الأنصاري في سيدي بوعلي سوسة ومدرسة ابن خلدون بسيدي بوعلي سوسة. نورس عبيدلي، ميس جندوبة، 25 عام، نقرأ ماستر بروفيسيونيل أون إنجينيوري فينانسيير، مغرومة بلي روندوني إي لي فيلم هيستوريك، متحصلة على الحزام الأسود في رياضة التايكواندو، التالون تاعي دانس بالحركات متاع التايكواندو، والبروجي هيومانيتير هو تجميل المدرسة الإبتدائية الريفية سيدي روين تبرق. عسلامة، اسمي هند بن علي، عمري 21 سنة، ميس تونس 2018، نقرا تنمية بشرية وماركتينغ، هوايتي متعددة منها الرقص والرسم، مغرومة ياسر بالكامبينغ والروندوني. نحب نحكي لكم شوية على المشروع متاعي اللي يتمثل في تهيئة وترميم مدرسة البيكا بباب السويقة. أنا اخترت المدرسة هذه خاطر موجودة في قلب باب السويقة، واللي هي من أقدم الحوم الشعبية في تونس، دونك يلزمنا نحافظوا عليها، هذيك علاش إن شاء الله المشروع متاعي مش باش يقف لهنا، باش نكمل حتى بعد الكومبيتيسيون.